أهلا بكم، هذه نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة سما الفضائية، والبداية دائما بالعناوين. خروج محطة تحويل كهرباء تلتمر في ريف الحسكة عن الخدمة نتيجة اعتداءات الاحتلال التركي. انفلات استيطاني في القدس والضفة الغربية، استشهاد شاب فلسطيني من قرية سكاكا بعدما طعنه مستوطن صهيوني. وهذه حقا أصعب نقطة، زيلينسكي يقر بأن الوضع العسكري لقواته في منطقة لوهانسك حرج. أهلا بكم من جديد. تجدد صراع مرتزقة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مع ما تسمى هيئة تحرير الشام في ريف عفرين شمالي حلب. وقالت مصادر أهلية إن التوتر عاد وبشدة في اليومين الماضيين إلى أرياف منطقة الباب وإلى ريف منطقة عفرين الجنوبي والغربي بسبب نقض الهدنة التي فرضها نظام أردوغان بين الأطراف المتحاربة. أفاد مراسل سما بخروج محطة تحويل كهرباء تلتمر عن الخدمة جراء استهداف الاحتلال التركي خط 66 كيلو فولت المغذي للمحطة بقذائف المدفعية في قرية أم الكيف شمال غربي الحسكة. وكان الاحتلال التركي جدد اعتداءه على ريف حلب الشمالي. وتحدثت مصادر أهلية عن سقوط قذيفتي مدفعية على محيط النقطة العسكرية الروسية في قرية الوحشية، مصدرهما قوات الاحتلال التركي المتمركزة في قاعدة ثلثانة على أطراف مدينة مارع، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قصفت أيضا محيط قرية القراح بريف المحافظة الشمالية. شن الطيران الحربي غارات مكثفة على مواقع يتحصن بها بقايا فلول مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في البادية الشرقية، خاصة منها بادية الرصافة جنوب غربي الرقة. بالتزامن بين مصدر ميداني غير رسمي أن وحدات الجيش العاملة بريف حماة دكت بالمدفعية الثقيلة مواقع لتنظيم جبهة النصر الإرهابي وحلفائه في محيط قرية السرمانية بسهل الغاب الشمالي الغربي، في حين دكت الوحدات العاملة بريف إدلب نقاط للإرهابيين في الرويحة بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. وأوضح المصدر أن مجموعات إرهابي ما يسمى غرفة عمليات الفتح المبين التي يقودها تنظيم النصرة كانت خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد، وذلك باعتدائها على نقاط عسكرية بقذائف هاون بمحاور سهل الغابة. مع استشهاد فلسطيني طعنه مستوطن في القلب شمالي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في القدس المحتلة ونابلس وطول كرم وبلدات قباطية ومثلون في جنين وبيت فورك في نابلس. تكثفت الدعوات الفلسطينية للاحتشاد الواسع والرباط في المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة القادم للتصدي لاقتحامات المستوطنين الجماعية الذين يعتزمون تنفيذها تلبية لنداءات الجماعات اليهودية المتطرفة في إطار مسعى تهويد الأقصى والسيطرة عليه. ويأتي ذلك على وقع استشهاد الشاب الفلسطيني علي حرب من قرية سكاكا بعدما طعنه مستوطن بينما كان يعمل في أرضه قرب مستوطنة أرئلة. في معاناة مستمرة ونكبات تلو نكبات وتيرة الاستيطان في تزايد مستمر، لا يكاد يمر يوم دون أن يمارس كيان الاحتلال الإسرائيلي
أبشع الممارسات بحق الفلسطينيين. الشاب علي حرب ذو 27 عاماً الذي كان يعمل في أرضه الواقعة بين مدينة سلفيد وقريته إسكاكا لم يكن يعلم ما ينتظره لتطاله يد غدر المستوطنين وتطعنه مباشرة في القلب دون سابق إنذار. يقتحم المستوطنون القرية ويهاجموه ويطعنه أحدهم ليدخل على إثرها مشفى سلفيد، وهناك ينطق الشهادة، وذلك كله للاستيلاء على أرضه لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. عدد من الشبان حاولوا الوصول إلى الشهيد بعد إصابته باعتداء المستوطنين، إلا أن نيران شرطة الاحتلال كانت أول من تهددهم. هرب المستوطنين، وقفنا عند الأرض إحنا، بس بعد شوية أجوا الجيش وحرس الحدود والشرطة أجوا على المنطقة، بس أجوا الشرطة والجيش أطلقوا نار في الهواء، هجم مستوطن على علي بن عمي وضربوا تحت رباطه عند عشنا. الخارجية الفلسطينية في بيان لها أدانت صمت المسؤولين الإسرائيلي عن ارتكاب هذه الجريمة من قبل المستوطنين، وحملت المجتمع الدولي استمرار هذه الجرائم في عموم مناطق الضفة الغربية بحق الفلسطينيين. وفي حين استأنف عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وأداء الطقوس التلمودية المزعومة وتنفيذ الجولات الاستفزازية وسط حماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال، رصدت وسائل إعلام فلسطينية اعتداءات المستوطنين على أراضي قرية إسكاكا بقضاء سلفيد قبل وقت قصير من ارتقاء الشهيد حرب نتيجة طعنه من أحد المستوطنين الذين هاجموا البلدة. شيل الزباله، هاي تاخذ العده، تعال شيل هاي. فور نيم ذيس از اور لاند، يو دونت هاف ذا رايت تو بي هير، جو اند بوت بي باك هير. يلا ليتس جو جو. يلا نخ من باب نخ من باب. عرضت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد من مناورات عزم الصادقين التي تأتي في إطار رفع الجاهزية القتالية لمجاهدي السرايا وفق بيان لها. وكان أعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة اختتام مناورات عزم الصادقين التي شارك خلالها مئات المقاتلين في مسارح عملياتية عدة على مستوى قطاع غزة. قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيث إن التحضيرات الجزائرية للقمة العربية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل جادة للغاية. جاء ذلك في تصريحات صحفية لأبو الغيث عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على هامش زيارة للبلاد لبحث التحضيرات لهذا الموعد. بدا لي مؤكدا أن هناك تحضيرات جزائرية جادة للغاية لعقد هذه القمة في 1 و2 نوفمبر القادم، وسوف نستمر كأمانة عامة جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الجزائرية في الإعداد والتجهيز لهذه القمة. أعلنت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 30 قذيفة على أراضي الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية. ونقل موقع روسيا اليوم عن القيادة قولها أن القوات الأوكرانية أطلقت 24 قذيفة هاون من عيار 120 ملم وسبع قذائف مدفعية من عيار 152 ملم على أراضي دونيتسك، مشيرة إلى أن القصف شمل منطقتي كيفيسكي وبتروفيسكي وكذلك بلدتا غلوموفيسكي.
صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن مدافع الهاوتزر M777 عيار 155 ملم التي سلمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية لأوكرانيا أصبحت هدفاً جيداً لقواتها. وأعلنت الوزارة أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة وأن ما يصل إلى 500 عسكري لقوا حتفهم بضربة بأسلحة عالية الدقة استهدفت موقعاً في نيكولايف. خلال اليوم الماضي وحده تم تدمير 15 من تلك المدافع، معظمها في إحدى محطات السكة الحديدية دون أن يتسنى لها إطلاق طلقة واحدة. صواريخ عالية الدقة تم إطلاقها من الجو، دمرت 4 مستودعات للذخيرة في جمهورية لوغانسك ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز بوك M1 في دونيسك الشعبية، كما أنها ألحقت خسائر بأفراد ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية والفصائل القومية المتطرفة. إلى ذلك، عرضت وزارة الدفاع الروسية العمل القتالي لأنظمة الصواريخ التكتيكية المضادة للطائرات من طراز تورم M2 خلال العمليات الخاصة في أوكرانيا. من أخطر الأنظمة الدفاعية القصيرة المدى التي أثبتت فاعلية كبيرة في التصدي للطائرات المسيرة الدرونز، والتي أصبحت تمثل التهديد الأول لقوات الدفاع الجوي حول العالم، منظومة الدفاع الصاروخي الروسية TOR-M2. تتميز TOR-M2 بقدرتها على إطلاق الصواريخ أثناء الحركة وفي وضع الثبات خلال 10 ثوان من اكتشاف الهدف، وهو ما يمنحها مرونة كبيرة في التعامل مع العدو، كما أنها تصنف ضمن منظومات الدفاع الجوي التكتيكية القصيرة المدى التي يمكنها حماية المواقع العسكرية الثابتة والتشكيلات المتحركة لقدرتها على العمل في الظروف الجوية المختلفة. ولأن وسائل الدفاع الجوي البعيدة المدى لا تستطيع التعامل مع الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، كما لا يمكنها تدمير الأهداف التي تظهر في مدى قريب جداً، بدأ الاتحاد السوفيتي تطوير منظومة TOR-M2 عام 1986 لسد هذه الثغرة، إضافة إلى عملها مع القوات البرية، فإنه يتم تركيب نسخة خاصة من TOR-M2 على متن السفن الحربية وخاصة حاملة الطائرات الأميرال كوزنتسوف، بينما أصبحت النسخ الحديثة قادرة على التعامل مع عدة أهداف جوية في وقت واحد. منظومة الصواريخ تور التي تنتجها شركة ألماز أنتي الروسية لها فاعلية عالية للتعامل مع الأهداف الجوية أثناء المعارك التي يحاول فيها العدو تنفيذ عمليات تشويش ضد وسائل الدفاع الجوي، وتصل كفاءة إصابة الهدف للنسخة TOR-M2 إلى 80%. وتقول مجلة ناشيونال انترست الأمريكية إن حلف شمال الأطلسي الناتو يجب أن يخشى هذه المنظومة. أرسلت جمهورية سلوفينيا 35 مركبة مشاة قتالية إلى أوكرانيا حسبما نقلت بوابة UR-24 سلوفينية عن وزيرة دفاع البلاد مريان شارتس. وذكرت البوابة أنه في وقت متأخر من مساء الاثنين عبرت 35 مركبة مشاة قتالية من طراز M80 حدود سلوفينيا في طريقها إلى بولندا، ومن المتوقع أن تصل إلى وجهتها في غرب أوكرانيا اليوم الثلاثاء وفقا للبوابة. كذلك فإن سلوفينيا ستتلقى من الولايات المتحدة بالمقابل قسيمة لشراء أسلحة بقيمة أعلى من سعر المركبات التي سلمتها لكييف. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الوضع العسكري في منطقة لوهانسك صعب للغاية مع تكثيف روسيا جهودها لطرد القوات الأوكرانية من مناطق رئيسية. في تطورات العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس تتغير الخرائط في شرق أوكرانيا، حيث تحتدم المعارك لترسم القوات الروسية معادلات جديدة باعتراف كييف. جمهورية لوغانسك تقترب من القبضة الروسية على لسان حاكمها سيرغي غايداي وهيئة الأركان العامة الأوكرانية اللذين أقرا بسيطرة القوات الروسية على مناطق عدة بالقرب من مدينتي ليستشانسك وسيفيرو دونيتسك، هي مناطق بيدليسني وميرنا دولينا. القوات الروسية والأوكرانية تخوض معركة منذ أسابيع للسيطرة على بلدة سيفيرو دونيتسك التي باتت موسكو تسيطر على 70% منها،
والتي تعد مع بلدة ليسيتشانسك آخر معاقل أوكرانيا في لوغانسك. وبحسب خبراء عسكريين، فإن السيطرة على سيفيرودونيتسك سترسم خريطة الحرب في الفترة المقبلة، ما يعني تقدماً لاحقاً بوتيرة أعلى في عمق منطقة دونيتسك من 3 محاور، شمالي من خاركيف وشرقي من لوغانسك وجنوبي من الأجزاء الخاضعة للروس في المنطقة. ولعل اعتراف الرئيس فولودومير زيلينسكي حول صعوبة القتال في لوغانسك خير دليل على قرب السيطرة الروسية على هذا الجزء من إقليم دونباس. إن الوضع العسكري في منطقة لوغانسك بشرق البلاد صعب للغاية مع تكثيف روسيا جهودها لطرد القوات الأوكرانية من مناطق رئيسية، هذا حقا أصعب نقطة الروس يضغطون بكل قوة. استمرار تقدم القوات الروسية لبسط سيطرتها على كامل لوغانسك يحقق جزءا مهما من الأهداف التي وضعتها موسكو منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، وإقرار كييف بذلك يسهل أيضا إنجاز هذا الهدف. أكد السفير الروسي لدى واشنطن أنتوني أنتونوف أن السفارة لم تتلقى أي طلب رسمي من الجانب الأمريكي بشأن المرتزقة الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا. ونقل موقع روسيا اليوم عن أنتونوف قوله للصحفيين في واشنطن: لم يتصل أحد بالسفارة ولا أؤكد تلقي مثل هذا النداء من الأمريكيين. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس زعم أن بلاده طلبت معلومات من روسيا بشأن هؤلاء المرتزقة لكنها لم تتلقى أي رد، وأنها كانت على اتصال مباشر مع السلطات الروسية. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن اتهام موسكو بالإضرار بالأمن الغذائي العالمي مجرد ادعاءات خاطئة، وأشارت إلى أن أوكرانيا زرعت ألغاماً عند البحر الأسود عرقلت توريد الحبوب. روسيا لم تمنع توريد الحبوب الأوكرانية من الجنوب، الظروف التي تسببت في ذلك خلقها النظام الأوكراني نفسه. أوكرانيا زرعت ألغاماً عند البحر الأسود عرقلت توريد الحبوب، موضح أن موسكو على تأمين تصدير الحبوب الأوكرانية والسفن التي تحملها. الغرب يصمت تجاه وصول الأسلحة إلى أوكرانيا ويتهم موسكو بمنع تصدير الحبوب. أعلن ميخائيل ميزنتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا أن القوات الروسية أجلت أكثر من 2 مليون شخص عن مناطق الاشتباكات الخطيرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس. وأشار ميزنتسيف إلى أنه خلال اليوم الماضي ومن دون مشاركة كييف تم إجلاء 2021947 شخصا، بينهم 3826 طفلا إلى روسيا من المناطق الخطيرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس. وأضاف أن الجانب الروسي أمن أكثر من 9500 مركز لإيواء اللاجئين الأوكرانيين في روسيا، حيث تقدم لهم الرعاية الصحية والنفسية وتصرف لهم المعونات المالية وتعرض عليهم فرص العمل الشاغرة. لقي مئات الأشخاص مصرعهم وجرح آخرون نتيجة زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليمي خوست وبكتيكا جنوب شرقي أفغانستان. ونقلت وكالة شنخوا عن مصادر أفغانية محلية قولها إن المئات قتلوا في مناطق برمال وزيروك وناغا وجايان بإقليم بكتيكا. وأشارت المصادر إلى أن الزلزال ألحق أضرارا بعشرات المنازل في المنطقة، كما تسبب في انزلاقات أرضية فيما تواصل فرق الإنقاذ والإغاثة بمشاركة طائرات هليكوبتر عملها في المناطق المتضررة. أعلنت السلطات البنغالية مصرع 36 شخصا جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد هذا الأسبوع، وأدت الفيضانات إلى تشريد 10,000 العائلات التي اضطرت إلى الفرار من المنازل مع استمرار هطل الأمطار. من جانب ثاني، خصصت الصين 200 مليون يوان، حوالي 30 مليون دولار أمريكي، من الصناديق المركزية للإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية، حيث ضربت عدة جولات من العواصف المطرية المناطق الجنوبية
من البلاد، وأثرت الأمطار الغزيرة الأخيرة التي هطلت على حوض نهر اللؤلؤ في جنوب الصين، ما دفع السلطات إلى تفعيل الاستجابة الطارئة من المستوى الثاني. ويوجد في الصين نظام استجابة للطوارئ مكون من 4 مستويات للسيطرة على الفيضانات، حيث يعتبر المستوى الأول أكثرها شدة. لا تزال الحرائق مستعرة في تلال هوليود الشهيرة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث انتشرت النيران إلى المناطق القريبة من المساكن ومباني استوديو يونيفرسال. ووفق وسائل الإعلام المحلية، فقد تم إطفاء النيران على مساحة تتجاوز 4000 متر مربع، وتعمل في مكان الحادث 4 مروحيات لتفريغ المياه ومحاولة إطفاء النيران. وتعد منطقة هوليود رمزا بارزا في المجال الترفيهي، وتتضمن معالم شهيرة مثل مسرح تي سي آل شاينيز ثياتر وممر الشهرة المليء بنجوم المشاهير، ما يستقطب عددا هائلا من السائحين. أشخاص بحريق اندلع أثناء هبوط طائرة في مطار ميامي الدولي بالولايات المتحدة. ونقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم المطار قوله إن النيران اشتعلت أثناء هبوط الطائرة القادمة من سانتو دومينغو عاصمة الدومينيكان، وعلى متنها 130 راكبا وعشرة من أفراد الطاقم، مشيرا إلى أن سبب الحريق يعود إلى خلل في معدات الهبوط. لم يتبقى في نشرتنا إلا تذكير بالعناوين. خروج محطة تحويل كهرباء تلتمر في ريف الحسكة عن الخدمة نتيجة اعتداءات الاحتلال التركي. الشهيد ارتاح ارتاح! يا شهيد ارتاح ارتاح! انفلات استيطاني في القدس والضفة الغربية، استشهاد شاب فلسطيني من قرية سكاكا بعدما طعنه مستوطن صهيوني. وهذه حقا أصعب نقطة، زيلينسكي يقر بأن الوضع العسكري لقواته في منطقة لوهانسك حرج. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء.